ينضم إلينا الآن من غزة أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. برحب بحضرتك سيد أمجد في هذه الساعة الإخبارية على قناة القاهرة الإخبارية. بداية، كيف يبدو عمل المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم في ظل طبعا تجدد الغارات الإسرائيلية على القطاع؟ صباح الخير وشكرا جزيلا. يعني الأوضاع تتجه إلى الأسوأ في كل لحظة في قطاع غزة، والاستهدافات المستمرة ومتواصلة، وله أكبر دليل ما حدث الليلة الماضية وفجر اليوم من عملية استهدافات مكثفة على منازل المواطنين هناك، أحياء بكاملها تم إزالتها من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي. هناك حزام ناري من خلال القصف قامت به الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا عمليات القصف المتواصلة للمناطق التي ادعت دورة الاحتلال الإسرائيلي وطلبت من المواطنين الخروج إليها سواء في وسط أو جنوب قطاع غزة. وهناك عائلات تحركت وسكنت مع عائلات أخرى في هذه المناطق واستشهد الكثير منها من هذه العائلات في ظل ظروف إنسانية مركبة ومعقدة، بمعنى انقطاع الكهرباء والمياه والخدمات بشكل تام، وكذلك المواد الغذائية التي تتناقص بشكل كبير جدا، في ظل أن الحركة خطيرة، بمعنى أن الاحتلال حتى قوافل التي تتحرك من غزة إلى الجنوب تم استهدافه كما حدث قبل يومين مع قافلة السيارات التي تتحرك. المنظمات الأهلية هي جزء من المنظومة الفلسطينية في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني، ولكن أيضا هناك مخاطر كبيرة. يعني تم طلب أكثر من مرة من إخلاء المستشفيات الأهلية التي تعمل جنب جنب على المستشفيات الحكومية كمستشفى العودة ومستشفى الأهلي ومستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وأيضا صعوبة وعدم قدرة المواطنين الوصول لهذه المؤسسات في ذات الوقت. أيضا المتطوعين والعاملين في هذه المؤسسات يعني جزء منهم تحرك إلى المناطق الجنوبية ويعمل إلى جانب المؤسسات المختلفة من أجل تقديم أوسط الخدمات، ولكن حجم الكارثة كبير جدا. يعني أن يقوم أن تم الإفاء بأي أشكال من أشكال الالتزامات، ولكن وما هو متوفر قليل أيضا. يعني المؤسسات تقوم برعاية الجرحى مثلا في بيوتهم، جزء من هؤلاء الجرحى تحرك باتجاه المنطقة الجنوبية والوسطى، وتم طبعا تضميد جراحهم والعمل معهم مواد حتى نخفف من حجم المصيبة اللي هم فيها. أيضا من فقد بيته، هناك يعني بعض المؤسسات اللي تقدم بعض أشكال من الفرش والمواد الغذائية البسيطة. يعني هذا سيد أمجد نوع الخدمات اللي تقومون بتقديمها اليوم في ظل القصف، يعني إلى جانب الدعم النفسي طبعا، ولكن كان أيضا الدعم النفسي يعني عدم القدرة الوصول للناس وفقط عبر الهاتف، والهاتف في مشكلة في يعني خطوط الهاتف شبه معطلة في كثير من المناطق طبعا. فبالتالي الأطفال، يعني أنا شفت ابني اللي عمره اليوم 15 سنة شهد 7 حروب حتى الآن. يعني تخيلي إنه طفل أطفالنا يعني بيكبروا بهالظروف هاي الآن. طبعا بالإضافة لهيك عملية توثيق الجرائم، هناك محامين وفي الميدان لتوثيق الجرائم التي تقوم بالاحتلال الإسرائيلي ورفعها الجهات الدولية المختلفة من أجل التحرك، وأيضا المناشدات التي ترسل للجهات الدولية المختلفة للعمل أولا باتجاه وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير ممرات آمنة للناس وللمساعدات، تقطيع قطاع غزة. وهناك من هم مراكز الإيواء، ولا يمكن أن ننسى أنهم موجودين مئات الآلاف في مراكز الإيواء سواء في المنطقة الجنوبية أو في غزة والشمال. ظروف صعبة جدا، هناك أطباء متطوعين، هناك ممرضين، هناك شباب يعملون من أجل مساعدة، هناك كبار سن، هناك أطفال، هناك نساء. يعني أنا لو أحكي يعني أكيد سمعت عن قصة النساء، يعني عند هذه النقطة سيدة أمجد الأطفال والنساء ربما من أكثر وأكبر المتضررين من جراء هذا القصف الإسرائيلي وهذه الانتهاكات الإسرائيلية على القطاع. كيف تقومون بتقديم يد العون لهؤلاء طبعا مع ضعف الإمكانات اللي كلنا عارفينها؟ وأيضا ذكرت خلال حديثك بأنكم تقومون بتقديم الدعم النفسي، هل أنتم مدربون وتقومون بتقديم الدعم النفسي للأطفال في هذا المجال؟
نعم بالفعل، يعني أنا بدي أحكي لك إنه أولاً يعني أحد زملائي اللي بيشتغلوا في مجال حقوقي فقد أسرته بأكملها، وهو يحاول أن يعمل من أجل توثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، فقد بناته وأطفاله، حتى اللي بيشتغلوا في الدعم النفسي هناك الكثير منهم من فقد أحباء وأقاربه. يعني الأوضاع يعني صارت صعبة جداً، ولكن هناك بعض الجهود التي تبذل في مراكز اللواء للتخفيف عن هذه الأسر. وكما ذكرتي وأكد على ما قلت أن الأطفال والنساء هم الضحية الأكبر في هذه المعادلة، معظم الجرحى والشهداء هم من الأطفال والنساء، وهناك عمارات سكنية هوت وسقطت بفعل الصاروخ الإسرائيلي على من فيها من نساء وأطفال. من لجأنا إلى هذه العمارات بادعاء أن الاحتلال الإسرائيلي وفر أماكن آمنة، ولكن كل هذه المنظومة الحقوقية قام الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكها بشكل فاضح. اليوم الإمكانيات قليلة جدا للإيفاء بالمساعدة، حتى الأنروا باتت غير قادرة ولا تتحمل مسؤوليتها باتجاه من هم موجودين في مراكزها، مراكز الإيواء التي تحمل علم الأمم المتحدة الآن. هناك عدد أعداد كبيرة جدا من المواطنين، هناك أيضا أطفال ونساء وعائلات لجأت للمستشفيات، وهناك تقريبا آلاف موجودين في مراكز في المستشفيات بهدف أن نكون موجودين في مناطق محمية. والاحتلال طبعا بطالب بإخلاء هذه المستشفيات في ظل عدم وجود ممرات، في وجود عدم وجود أي مكان آمن في قطاع غزة. فالأساس اليوم هو العمل باتجاه وقف هذا العدوان بشكل كامل حتى نستطيع أن نعمل باتجاه التخفيف من وطأة الواقع الحال. أيضا هناك أسر كما ذكرنا، هناك تقريبا من 13 إلى 15 ألف منزل أو وحدة سكنية دمرت من كامل. هؤلاء طبعا معاناتهم ستستمر معهم لفترات إذا لم يكن هناك إعمار، ولكن أيضا هؤلاء فقدوا أحبائهم أقاربهم، فقدوا مذكريات وكل شيء. البيت بالنسبة يعني له رمزيته، اليوم فقدانه طبعا يعني بالصباح اليوم اتصل في احد ابناء عمومتي، يعني بيته اللي يعني طول عمره بابن فيه في لحظات اصبح كوما من الركام، وغزه باتت هي بالفعل اكوام كبيره من الركام بالفعل القصف الاسرائيلي. احنا نتحدث عن 7 ايام، عدد الشهداء والجرحى او عفوا عدد الجرحى والشهداء والبيوت اللي دمرت عدد غير مسبوق في تاريخ الاعتداءات الإسرائيلية، حتى مقارنة بحروب أخرى في العالم. هناك الاحتلال الإسرائيلي يقوم بجرائم إبادة واضحة، والجميع اليوم شاهد على هذه الجرائم. وللأسف المجتمع الدولي مغمض العينين باتجاه هذا الأمر. نعم نحن بحاجة إلى ممرات إنسانية لإدخال المساعدات، ولكن شعبنا يتطلع الآن بشكل أكبر باتجاه أن يكون وقف لهذا العدوان بشكل تام، حتى الشهداء نفسه. يعني هناك عشرات الشهداء موجودين في ثلاجات الموتى، وهناك ما هم خارجها بحاجة أن ندفنوا بكرامة. بالأمس أنا شاهدت بعيني كيف يتم جمع الشهداء ودفنوا في مقابر جماعية بدون أسماء، بمجرد حملة أرقام، يعني بدون حتى وداع لأحبائهم. هناك مأساة إنسانية بمعنى الكلمة، يجب أن يتحرك باتجاهها كل الأطراف وفضح هذا الاحتلال الإسرائيلي، مهما ولا يوجد أي مبرر كان باتجاه هذه الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية. حضرتك ذكرت سيد أمجد سابقا بأنه أكثر من 80% من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نزحوا داخل المدينة، ما هو دوركم أيضا في مساعدة النازحين؟ يعني هناك أدوار مختلفة نقوم بها، بخاصة في مراكز اللواء هناك لجان بدأت تتشكل من أجل مساعدة الموجودين، وبخاصة من خرج من قطاع غزة بطريق اتجاه المناطق الجنوبية، وأيضا من توقع. هناك أسر يعني على اتصال دائم به، هناك تقديم خدمات، أشكال من تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية، وأيضا قضية كما أكرر على قضية خصوصية النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال. يعني الأشخاص ذوي الإعاقة تركوا بيوتهم بدون معينات، بدون المستلزمات الخاصة بهم، ونحاول أن نقدم ما هو موجود لدينا من أجل أن نخفف من وطأة. وطبعا الوصول بعض الأحيان مستحيل
يعني كل مستهدف، سيارات الإسعاف مستهدفة، بالتالي سياراتنا الشخصية عندما نتحرك بها فهي مستهدفة. يعني الأمور ليست سهلة. وبالتالي عندما نتحدث عن ممرات إنسانية هي فقط ليست مساعدات، بل عمال الإغاثة وأيضا للمواطنين، لسيارات الإسعاف، للطواقم الطبية. هناك أكثر من 30 شخص من الطواقم الطبية تم استهدافهم. الدفاع المدني اللي له خصوصية في القانون الدولي أيضا تم استهداف. وبالتالي الجميع مستهدف، فنحن نحاول أن نقدم ما هو موجود إلى جانب بعض المؤسسات الدولية حتى نخفف من وضع هذا الأمر. انقطاع التيار الكهربائي في غزة أدخل القطاع في أزمة كبيرة، في أزمة كارثية، وأيضا يعني أدخل ربما القطاع الصحي تحديدا في هذه الأزمة. ما هي مخاوفك سيد أمجد فيما يتعلق بالقطاع الصحي والوضع الإنساني في القطاع في حال يعني تطورت الأوضاع ويعني تطور هذا الصراع القائم؟ يعني التيار الكهربائي ليس طرفا، التيار الكهربائي مرتبط بكل الخدمات المقدمه للبيوت انطلاقا من المياه والصرف الصحي والخدمات الصحيه. اليوم البيوت لا تصل اليها المياه، المضخات لا تعمل، فبالتالي المياه لا تصل الى البيوت. وتصور بيوت بدون مياه، سواء مياه الشرب او حتى محطات التحليه تعمل بطاقه بطيئه جدا بسبب عدم توفر الكهرباء واعتمادها على مولدات خارجيه في ظل تناقص ونفاذ الوقود لتشغيل المولدات. فبالتالي الكارثه مركبه، مياه الشرب وايضا خدمات داخل البيوت، وفي نفس الوقت الخدمات الصحيه. يعني هناك انا بيوت موجود فيها اناس مرضى جرحى مرتبطين باجهزه تنفس بالكهرباء او اجهزه مرتبطه بالكهرباء. يعني هذا حكم بالاعدام على المرضى ايضا، انقطاع التيار الكهربائي. في ذات الوقت عندما نتحدث عن المستشفيات والمراكز الطبيه، هناك وضع كارثي بمعنى الكلمه فيما يتعلق بالخدمات الطبيه الموجوده. في حال ما استمر انقطاع التيار الكهربائي، هذا يعني تحويل المستشفيات كما ذكر كما ذكرت اللجنه الدوليه للصليب الاحمر المقابر للمصابين والجرحى. يعني من الممكن يعني ان تؤدي الى يعني نشر الكثير من الاوبئه ايضا، مما يعرض القطاع الى كارثه انسانيه. وهو واقع الامر ما يحدث الان هو فبالتالي من لم يمت بالقصف يمت بالوباء. فالتدخل السريع والعاجل الان هو المطلب الاساس. سيد أمجد، هل يوجد يعني أي نوع من التنسيق بينكم وبين منظمات ربما إنسانية دولية، بين فاعلين إقليميين يعني بطريقة أو بأخرى؟ يعني هناك تنسيق مع كل الجهات، مع كثير من الجهات الدولية، مع مؤسسات الأمم المتحدة، مع مؤسسات دولية، ونحن على اتصال معها. ولكن أولا يعني هو المطالبنا الأساس هو أن يكون لديهم تدخل لدى حكوماتهم، يكون هناك تحرك من هذه الحكومات لوقف هذا العدوان وأيضا فضح هذه الممارسات الإسرائيلية. والنقطة الأخرى هي التحرك باتجاه أن يكون هناك ممرات وإرسال مساعدات عن طريق، طبعا كل الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة التي تقوم بدور كبير جدا من أجل إدخال المساعدات وتقديم المساعدات لشعبنا الفلسطيني في هذا الوضع، وأيضا العمل باتجاه على المستوى السياسي لوقف العدوان. يعني ولكن طبعا ما هو متوفر من مساعدات لحتى الآن قليل جدا. هناك وعودات بإرسال مساعدات، وهناك جهود تبذل على كل المستويات. نحن على تواصل دائم، يعني بدأ هناك اتساع والصوت بدأ يصل خارجا. وأتمنى على وسائل الإعلام العربية وخاصة قناة الكريمة أن تعمل باتجاه أكبر لفضح وأكبر وأكبر هذا الجهد، ونحن نقدره. يعني قناة القاهرة الإخبارية تقوم بدور مهم في توثيق هذه الانتهاكات، وهذا أمر بالغ الأهمية، وفضحها على كل المستويات، وأيضا تظهير الصوت، صوت الضحايا والمدنيين في قطاع غزة. وبالتالي هذا أمر بالغ الأهمية من أجل أن يكون هناك موقف دولي على كل المستويات، سواء على الشعبي أو الرسمي، للضغط على دولة الاحتلال لوقف العدوان بشكل كامل، وأيضا تمهيدا إن شاء الله لمحاسبة دولة الاحتلال على هذه الجرائم. أنا بشكرك شكرا جزيلا. من غزة أمجد الشوى، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، على هذه المداخلة.